رأيك فهم؟ هو لا ما صارش تخلي على تحوير وزاري لأنه احنا معنا وزراء نالوا ثقة مجلس نواب الشعب نالوا ثقة معزة دونك مأهلهم اللي كونوا باش يشتغلوا واحنا كما قلت لك انديبوندامون من الدعوات هذية احنا الحكومة قاعدة تخدم باللي مويان اللي عندها توا قاعدة تعد في برنامج للإصلاح الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي قاعدين قائمين بواجبنا في علاقة بالمشاكل الاقتصادية والاجتماعية وهذا المهم في الفترة هذه يكون مفيد أيضا اللي كونه الحق الحكومة هذه تستكمل المسار التركيز متاعها وتباشر العمل متاعها بصفة كاملة وإحنا ماذا بيا الناس كل تنخرط في المجهود هذا سيد رئيس الحكومة شنو الإجراء لا مفيد ما هدنا الحمد لله احنا ماناش في حرب معناها هدنا كلمة تستعمل في الجارجون هذاك لكن وي مفيد بالحق ودعوته في بلاصتها ماذا بينا اون اكالمي معناها ماذا بينا احنا تهدأ بلوتو تهدى النفوس الناس تنكب الى ما يفيد المواطن تبعد على الصراعات وتبعد على التجاذبات وهذا اللي قاعد صاير للاسف على كل المستويات دونك انا ماذا بيا دعوه لكل الاطراف هذه الاطراف السياسيه والاطراف حتى الانستيتيوشنال حتى الاطراف المؤسساتيه الكلها ماذا بيها تنخرط في مجهود واحد هو مجهود انقاذ البلاد هذه الانقاذ الاقتصادي وخاصه المجهود الكبير واللي احنا نسميوها المعركه الكبرى للبلاد هذه هي معركتنا ضد كوفيد هذا هو البلوز امبورطون بون فما قضاء عادل وإحنا عندنا ثقة كبيرة في القضاء إذا كان فما منه الشيء هذا يخلي خويا القضاء يثبت هذا كما قلت ماذا بينا هذه مسائل جدية كبيرة ياسر ما تكونش مطروحة هكاك على العنان ولا تلقى معناها التهم جزافا تعرفوني أنا ديما عندي مشكلة مع إطلاق التهم جزافا لا فساد لا تخابر لا ماذا بيا ما ندخلش فيهم أنا المسائل هذه ونخليها بلوتو للهيئات المختصة اللي هي موجودة في القضاء واللي عندنا فيه ثقة كبيرة ياسر